متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل الخير. اليوم الأربعاء شهدت عموم مناطق المملكة أجواء صافية ودافئة، على أن ترتفع درجات الحرارة إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة وعطلة نهاية الأسبوع. رح نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة فترة السحور لهذه الليلة في العاصمة عمان، بتسجل 19 مئوية ونسبة الرطوبة 51%، سرعة الرياح 3 كيلومتر في الساعة. كالعادة سنستعرض وإياكم درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة ابتداء شمالا نهار غد الخميس، إربد نهارا بين 32 و 21، المفرق بين 33 و 21، جرش 33 نهارا 23 ليلا، وعجلون 31 نهارا و 22 درجة مئوية ليلا، وأجواء صافية ومشمسة بإذن الله. نستعرض الآن درجات الحرارة في مناطق الوسط مع العاصمة عمان بين 31-21، الزرقاء 34-23، البلقاء 32-22، مادبا أيضا 32-21، البحر الميت أجواء حارة 37 نهارا 28 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. المناطق الجنوبية، الكرك نهارا 31-21 ليلا، الطفيلة 30 نهارا 20 ليلا، الشوبك 27 نهارا 19 ليلا، ومعان 31 نهارا 20 ليلا، العقبة أجواء حارة جدا 39 نهارا و27 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. المناطق الشرقية، كل مصطفاوي أرويشد والأزرق درجات حرارة متقاربة بين 33 درجة مئوية و35، أجواء حارة ليلا بتنخفض ل 21 درجة مئوية بإذن الله. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، تصبحون على ألف خير.